الأخ الفاضل تكلم أنه الشيعة ما قاموا بحركات ولا ثورات ولا أي كلام. يا أخي الكريم، الشيعة حوربوا على مدى التاريخ وقتلوا، واليوم هو يوم نحتفل به بمقتل الحسين عليه السلام لأنه طالب الحرية. فماذا لو الشيعة في أول أيامهم وقفوا ضد الطغاة؟ هم وقفوا، بس أئمتهم وقفوا ضد الطغاة وقتلوهم. والآن عندما تتكلم عن الأخوة الذين سحبوا منهم الجنسية، بني أمية ومعاوية يقول أتوني من يذكر أبي تراب بكلام، فاقطعوا عنه الرزق واقطعوا عنه الأموال، ويشبه عملية سحب الجنسية منه. فإذا العملية أنه على مدى 1400 سنة الشيعة مطاردين مقتلين، وهم الآن ساكتين، وعندما يتهمهم بالتقية بالحقيقة هذا اتهام يعني جازف، لأنه التقية بما نفهمه إحنا الشيعة أنه في زمن الظلم عندما كانوا يسكتون، ومؤمن آل فرعون أيضا كان يعمل بالتقية، أما عندما يقفون ضد الظلمة ما يستعملون التقية. وحسبنا الحسين عليه السلام عندما وقف ضد الظلمة هذا قال هيهات منا الذلة. إذن معنى الكلام يا أخي الكريم أنه الشيعة هم بالحقيقة خلاصة ظلم وقع عليهم اجتماعيا، وكلامك صحيح عندما تقول موقف سياسي. طبعا الشيعة وقفوا مع الإمام علي عليه السلام عندما يسألهم الرسول، يقول يسألهم في يوم الغدير، يسألهم يقول لهم سلام الله عليه، قلهم من كنتم مولاه؟ ألست يسأل المؤمنين قلهم ألست مولاكم بأولى منكم؟ قالوا بلى. قالوا من كنتم مولاه؟ فهذا علي مولاه. إذن يا أخي إحنا ما نأخذ على الصحابة هالفكر إنه إحنا نتهمهم أو نسبهم نشتمهم، لا، إحنا نقول شيء واحد، إنه هذه الأمة اختارت غير ما اختار الله لها. الله سبحانه وتعالى يكلم إبراهيم عليه السلام يقول له إني جاعلك للناس إماما، قالوا من ذريتي؟ قال لا ينال أحد الظالمين. إذن إحنا عندنا مبدأ إنه الإمامة هي جعلية، الإمامة من الله سبحانه وتعالى، الأمة تختار لها، مو في موضوع الإمام الرئيسي، في موضوع التفاصيل. ومع هذا إحنا نؤمن إنه الصحابة عندما استلموا قيادة الأمة هم على مو على باطل، لكن ما جعلوا اختيار الله، يعني بما نقول معناه إنه اختيار الأمة سبق اختيار الله لهم. ونرجع الموضوع أخير عشان لا أستخدمه أخوت من الأخوان، النقطة الرئيسية هي التحول اللي صار عندما قال عثمان لا أنزع قميصا ألبسانياه الله. إذن العملية يا أخوان تحولت من سيدنا أبو بكر وعمر عندما كانوا موضوع خلافة وشورة الأمة، انتقلت إلى قميص يلبسه الله، معناه إذن أصبحت الخلافة مثل ما يدعون الاتهام الشيعة إنه من الله سبحانه وتعالى. إذن يا عثمان أنت الخلافة ما اختاروك الصحابة، الله جعلك إمام للناس. وما يطول عليكم بالحديث القصة المعروفة اللي صارت إنه كيف عمل مع أبو ذر الغفاري وكسر أضلاعه وهجر المسلمين والأموال اللي سرقت. وعندما ننتقد الآن ما يحصل في اليمن، أقرباء الرئيس لو تنظرون بالمقارنة أقرباء عثمان هم اللي سيطروا على الأمة الإسلامية. فخلاصة الكلام يا أخي، الشيعة تعرضوا للظلم على مدى حياتهم، ومبدأ ولاية الفقيه برأيك هذا مبدأ بالحقيقة طلع في التاريخ الإسلامي لفترة قصيرة جدا وما تؤمن به، يعني أغلبية مراجع الشيعة لا يؤمنون به. وما حدث في إيران هذا يشمل الغنى التجربة الشيعية، إنه تجربة مفتوحة وتتقبل كل الأفكار. لكن الآن بالحقيقة هو أخواننا أهل السنة عندما رضوا بحكام الظلمة من زمن بني أمية، عندما يقول لهم والله ما جئت لأمركم بالصوم والصلاة ولكن لأقف على أعناقكم أو أسيطر عليكم، معناه إذن هذه الحكام أخرجوا لهم وعاظ السلاطين الذي جعلوهم يكنسون أو ينكسون رؤوسهم لها. الشيعة بالعكس وقفوا على مدى التاريخ بثوراتهم ورفضهم لأنظمة الظلم. وبارك الله بك وألف شكر.
أحسنت. ممكن نأخذ ثلاث أسئلة بعدين الأستاذ تفضل بالجواب ثم نعود. ثلاث أسئلة ثلاث أسئلة حتى نطيل عندك. الأخ الدكتور غازي غازي؟ نعم. تطرق لعدة مواضيع في الحقيقة. النقطة الأولى أن الشيعة حوربوا وقتلوا وأنهم قاموا بثورات عديدة بالتاريخ. في الحقيقة في كتاب يتحدث عن الشيعة، واحد شيعي كاتب اسمه النوبختي، في نهاية القرن الثالث الهجري، نهاية القرن الثالث الهجري، فهو يعدد حوالي 70 فرقة شيعية في تلك الأيام. الشيعة ليسوا فريقا واحدا، ليسوا تيارا واحدا، ليسوا مرحلة واحدة، حتى يمروا بمراحل، وحتى الفريق الواحد يمكن هو يتطور ويتغير. وعندي كتابي الأول اللي كتبته قبل 20 سنة تقريبا اسمه تطور الفكر السياسي الشيعي، أن الفكر السياسي يتطور وليس جامدا متحجرا ثابتا واحدا لا يتغير. فالناس يمرون بتطورات، والأفكار أيضا تمر بتطور، والطوائف والفرق أيضا تتطور. فما يمكن إحنا نحكم على طائفة معينة أو أمة معينة أو شعب معين أنه يحمل هذا الفكر فقط ولا غير. فالتيارات الشيعية المختلفة، أئمة أهل البيت نفسهم أكيد قاموا بثورات وقاموا بحركات وظلوا يقوموا بثورات وحركات إلى قرون متخلفة، وأقاموا دول أيضا نجحوا، أقاموا دول مختلفة هنا وهناك. وطبيعي لما يكون في صراع عنيف، كان ذيك الأيام ما كان في صراع ديمقراطي، والأنظمة الطاغية دائما تقمع المعارضة، تقمع الحركات الثورية وخاصة الشيعة اللي هم كانوا رافعين. الشيعة كان حزب سياسي رافع راية المعارضة، يسموهم شيعة، شيعة أهل البيت مثلا في مقابل الأمويين أو في مقابل العباسيين. العباسيين أنفسهم كانوا جزء من الشيعة، هم كانوا جزء من الشيعة، ثم سيطروا على السلطة وما أعطوها لفريق آخر، للحسنيين أو لمحمد بن عبد الله الحسن ابن الحسن للنفس الزكية اللي بايعوه العباسيين، بايعوه قبل الثورة، ولكن عندما استلموا السلطة أنكروا بيعتهم ونكثوا ببيعتهم لذي النفس الزكية محمد بن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن. فأنا ما تحدثت عن تقية وأن الشيعة مارسوا تقية، هذا كان اتهام وكان غطاء لبعض الناس، استخدموا كلمة التقية لكي يدخلوا في مذهب أهل البيت ما يعجبهم من أفكار ومن نظريات، ولا إما كانوا يرفضون هاي النظريات. الإمام الصادق بالذات الإمام الباكر يرفض هذا الكلام الذي ينسب له، فذاك الشخص المدعي يقول لا، الإمام قال لي بالسر وهو يتقي، لا يظهر كلامه لعامة الناس. فعندنا مواقف، إذا نقرأ تراث أهل البيت، تراث الإمام الصادق في الكافي مثلا، كتاب الكافي المعروف للكليني، فنشوف في فكرين، في فكر منسوب لأهل البيت وفي فكر آخر أيضا منسوب لأهل البيت ينفي ذلك الفكر الأول، ينفي العصمة، ينفي التعيين من الله، ينفي أنهم أئمة مفروضين من الله، يقول لا، نحن علماء ورثنا روايات عن جدنا رسول الله، احنا مو أكثر من ذلك، احنا ما ندعي النبوة مثلا كما كان يقول بعض الناس، أو نزول الوحي علينا أو ما شابه، هذه أفكار احنا نرفضها. فأولئك الغلاة كانوا ينسبون فكرهم للأئمة تحت ستار التقية. فالتقية ليست مبدأ من مبادئ الشيعة، ولا وعامة الشيعة والشيعة الآن لا يمارسون التقية، ليس لهم أي داعي لممارسة التقية، لديهم دول ولهم حرية كاملة ويعبرون ما يشاءون من أفكار، ويوجدون في بلاد ديمقراطية حرة في أوروبا وفي أمريكا وفي كل العالم، وبإمكانهم يعبروا عن كل أفكارهم. وإحنا نشوف بعض المتطرفين الغلاة الذين مجانين، يعني يعبرون عن بعض، يسبون ويشتمون، لا يمثلون أحدا، يمثلون أنفسهم فقط، وبالتالي لا يوجد شيء اسمه تقية في تاريخ الشيعة. يعني أفكارهم معروفة وكتبهم معروفة من أكثر من ألف سنة، وما كانوا يمارسون شيء اسمه تقية. الأمة اختارت غير ما اختار الله، الإمام من الله جعله، هي هاي النظرية الإمامية اللي تحدثت عنها، اللي أضفت على الطابع، على الخط السياسي لأهل البيت. أهل البيت كانوا قادة سياسيين وعلماء ربانيين، علماء ثوار، كانوا يعارضون الأنظمة، ما كانوا يدعون لأنفسهم هم مجعولين من قبل الله،
ما كانوا يدعون هم معينين من قبل الله، ما كانوا يدعون أن الله اختارنا على الأمة، والأمة إذا يعني ما اختارتنا فقد أخطأت. حتى الإمام علي بن أبي طالب كان يقول الأمر أمركم، لما قتلوا عثمان وجاءوا يطالبونه بالبيعة حتى يصبح إماما عليهم، قال لا، أني لكم أمير خير لكم مني، أني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. لو كان معين من قبل الله أو الإمام مجعول فيه أو هو كان اللي الله اختاره، ما كان تلكأ أو كان طرد الناس ورفض هذه البيعة، لكان سار عليه، يجب عليه أن يفعل ذلك. الإمام الحسن حسب نظرية الإمامة أو الإمامية أنه هو كان يعني بعد الإمام علي هو الخليفة، طب لماذا تنازل لمعاوية؟ فإذن تنازله عن الخلافة لمعاوية هذا معناته أنه مسألة سياسية، مسألة شخصية، مسألة مدنية، مسألة دنيوية، الخلافة ليست مسألة دينية، ليست من الله، ليست مفروضة من الله. فهذه هاي أصلا هذا الكلام لم يكن موجودا في ذلك اليوم. الشيعة والأئمة نفسهم ما كانوا يعرفون في الشيء اسمه جعل إلهي واختيار إلهي وتنصيب وناس وما شابه، إنما في القرن الثاني بعد 100 سنة اجوا بعض الناس واختلقوا هذه النظرية ونسبوها إلى البيت وركبوها عليهم، وإلا هم منها براء. احنا إذا نقرأ تاريخ أهل البيت بدقة، وأنا عندي كتابي هذا التشيع السياسي والتشيع الديني، الفصول الأولى تتحدث عن كيف كان يفكر الشيعة في ذلك الزمان الأول، في 100 سنة الأولى كيف كانوا يفكرون، القرن الأول كيف كان يفكر الأئمة والشيعة. ما كانوا يفكرون الإمامة نصب وتعيين وجعل إلهي، كانوا يفكرون الإمامة سياسية، وهؤلاء نحترمهم، هؤلاء ناس ثوار صادقين مؤمنين مخلصين زهاد عباد كرماء، واحنا نحطهم على راسنا وننتخبهم أئمة. اهل العراق وقت عندما انتخبوا الامام الحسين، هل انتخبوه لانه منصوص عليه من الله؟ اقرأوا رسائل اهل العراق، اقرأوا رسائل اهل العراق التي كتبوها الامام الحسين، ماذا قالوا له؟ قال ليس علينا امام، اقدم علينا، ليس علينا امام وخلص، وانت احق بالامام من غيرك. ما في هالفكر ما كان موجود عند الشيعة. فاذا الشيعة ليسوا شكلا شيئا واحدا، وليسوا فرقة واحدة، وليسوا تيارا واحدا، وليسوا حالة دائمة. إنما التقية أو نظرية الانتظار، الشيعة كانوا ثوار في القرون الأولى وأقاموا دول، ولكن نظرية الانتظار للإمام المهدي، اقرأوا كتب الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه الصدوق، عنده كتب كثيرة، اقرأوا كتب المفيد المرتضى الطوسي في القرن الرابع والخامس الهجري، هم أسسوا المذهب الاثنى عشري، المذهب الاثنى عشري تأسس في القرن الرابع الهجري، وفي الخامس ترسخ أكثر على بكتب المفيد والطوسي والمرتضى. هؤلاء يعني هم الذين قالوا أن لا يجوز إقامة الدولة والثورة في إلا بإمام معصوم، وأساساً هم افترضوا وجود الإمام الثاني عشر. أنا سميت كتابي أيضاً الإمام المهدي حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية، قلت أن الإمام المهدي عند الشيعة، الإمام الثاني عشر يعني محمد بن حسن العسكري، هم يقولون، السيد مرتضى يقول يستحيل إثبات وجود هذا الشخص تاريخياً وعلمياً، يستحيل إثبات وجوده، ليس لدينا أي دليل عليه، بل بالعكس عندنا أدلة مضادة من الحسن العسكري ومن أهل البيت ومن عامة الشيعة، أنه ما شفنا أي أثر له، ولا هو ادعى أن عنده ولد الحسن العسكري. إنما أجوا بعض الناس وافترضوا وجود هذا الإمام. لماذا؟ لأنه إذا لم نفترض وجوده، نظرية الإمامة اللي نحن مؤمنين بها أن الإمامة دائما جعل إلهي ونصب وتعيين من الله، والأئمة عندهم صفة يعني صفة من الله تعالى، إذا وصلنا للحسن العسكري وما عنده أولاد، إما أن نعترف بانهيار نظرية الإمامة ووصولها إلى طريق المسدود، ونقول انتهت هاي النظرية وتبين أنها كانت مو صحيحة وما تستند على أسس، ونعيد النظر في كل شيء، وإما أن نفترض ولد له، نفترض ولد له ونقول هو الإمام وهو غائب. لماذا هو غائب؟ لماذا لا يأتي ويحكم المسلمين؟ لماذا لا يقوم بثورة؟ قال هذا علمه عند الله. كله صار يعني افتراض في افتراض، افتراض في افتراض، فصارت النظرية. وقالوا للشيعة صلاة الجمعة معطلة إلى أن يظهر الإمام.
إقامة الحدود معطلة، الجهاد معطل، الثورة معطلة، الحكومة حرام. حزب الدعوة عندما أسسه الشهيد السيد محمد باقر صدر رحمة الله عليه كتب البند السادس في أطروحة الحزب، يعني في دستور الحزب، أنه يقوم الحزب على أساس الشورى داخليا انتخابات، وإذا حكمنا فنحكم على أساس الشورى نسوي انتخابات. عرض الدستور إلى بعض مراجع النجف، الشيخ الحلي والسيد الحكيم والسيد الخوئي والشيخ راضي الياسين وبعض الأخوة الآخرين المشايخ الآخرين، أنه ما رأيكم بهذا الدستور؟ قالوا له أو هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز الشورى ولا تجوز إقامة الدولة في عصر الغيبة، اترك هذا الموضوع، اطلع برا من الحزب. أخرجوا من الحزب، أخرجوا السيد محمد باقر صدر في بداية الستينات بعد أن أسسه ببضع سنوات، أخرجوا من الحزب وهو كان شاب صغير ذيك الأيام. أجهضوا حزب الدعوة، لم يدعموه ولم يدعوه يعمل. فأجى صدام حسين، صدام حسين ثمرة فكرنا المتخلف اللي كان يعني مهيمن علينا ومحطمنا ومجمدنا ومدمرنا. فإذا الآن الشيعة يعيشون ثورة على هذا الفكر. الشيعة الآن عامة الذين اسمهم شيعة، بقي اسم شيعة وبقي اسم سنة، أنا أستخدم المصطلحات ولا لا أعترف بوجود شيعة ولا بوجود سنة، بوجود مسلمين ديمقراطيين الآن سواء في العراق أو في إيران أو في لبنان أو في مصر أو في بلاد الأخرى، الذين يؤمنون بالديمقراطية، هذا مسلم ديمقراطي لا أكثر ولا أقل، لا يوجد أي معنى لأن تقول هذا شيعي وهذا سني. عندما إنسان يكون حر وثائر ومطالب بكرامته ومطالب بفكر جديد، فكر تماما 100% يختلف عن الفكر القديم، عن الفكر يعني المخربط، مو الفكر الصحيح، ولا فكر أهل البيت هو قائم، الفكر الشيعي الأصيل قائم على الشورى، قائم على الشورى فكر أهل البيت، وهذا موجود في كتبي أيضا بالتفصيل أشرحها. الفكر أهل البيت والشيعة الأوائل كان قائما على الشورى. هناك حديث يرويه الصدوق في كتابه عيون أخبار الرضا عن الإمام الرضا عن أبائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: من جاءكم ويريد أن يغصب أمركم يغتصب أمركم فاقتلوه فقد أذنت لكم في ذلك. أي واحد يغتصب أمر الأمة اقتلوه، لأنه يغتصب أمر الأمة، يغتصب حرية الأمة. هذا فكر أهل البيت، وتوجد أحاديث وقصص ويعني أدلة كثيرة لا مجال لشرحها الآن. فالأمة لم تختار. أما ولاية الفقيه لا يؤمن بها معظم علماء الشيعة، فنعم يؤمنون بما هو أكثر منها. الآن السيد السيستاني في العراق يؤمن بالنظام الديمقراطي أكثر من ولاية الفقيه. في ولاية الفقيه يقولون يعني الفقيه يحكم، إلا الفقيه يكون هو حاكم الفوقي على الرئيس الجمهورية وعلى مجلس النواب أو ما شابه. في العراق السيد السيستاني له فكر جديد تماما يختلف عن الفكر القديم، والعلماء الآخرين يؤيدونه أيضا، يقول الشعب هو يحكم نفسه بنفسه، الشعب هو الذي يقر الدستور، الشعب هو الذي ينتخب رئيس وزراء أو رئيس جمهورية مثلا إذا أراد. فهذا التطور تطور رجاء، وناخذ له تحية على هذا التطور. فإذا هناك ما عندنا مشكلة بعد الآن، لماذا نغوص في الفكر القديم؟ ماذا كان يفكر آباؤنا وأجدادنا؟ نحن ماذا نفكر وكيف نتعايش مع الأخوة الآخرين؟ كيف نتعايش مع بقية الناس؟ هذا هو المهم.